السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده كده عندنا طاقة وحماس ننضف شوية حاجات كده في المطبخ، وهنبدأ يومنا بإذن الله طبعا بتسمية الله الأول عشان يعني نعرف نشوف اللي ورانا. طبعا أول حاجة بدأت بيها فطرت، وحضرت كمان كده زي فنجان قهوة صغنن، لأن عايزة أقول لكم الأجهزة كلها محتاجة نظافة، نظافة عميقة كمان. فأوقات كده ببقى متجاهلاها، عاملة نفسي مش واخدة بالي، وفي أوقات بقى بصراحة بقول لأ لازم بقى خلاص نعمل ستوب كده ونبدأ إن احنا ننظفها عشان كمان نحافظ عليها وعلى عمرها الطويل، ويعني على كمان حسن أدائها. المهم يعني عملنا بقى كوباية القهوة بتاعتنا دي، هنروح نشربها كده في امان الله وفي الهدوء الجميل بتاع الصبح ده. عايز اقول لكم كمان بصراحه كانت وحشاني جدا القهوه اللي على الكنكه اللي على النار، هي ضيقه صغيره وبتضيق خلقي جدا لاني مش بعرف اقلب، بس بتطلع طعمها احلى كتير من الاجهزه. يمكن انا اللي حاسه بكده يعني، حاله نفسيه مش اكتر، لكن انا اي قهوه بصراحه بحبها طالما التركي وطالما مش محوجه. مش عارفه خالص، ما بقبلش المحوجه دي، مش بعرف ادوقها او مش بستطعمها بصراحه. يعني لو قدامي وهيخيروني بينها وبين الساده اكيد هختار الساده. المهم بقى حطيت كمان قطعتين بسكوت كده، وقعدت بقى افكر النهارده نبدا بايه، فقلت لا احنا لازم نخلص الاجهزه حتى الصغيره اللي احنا بنستخدمها يوميا تقريبا او شبه يومي، لان دي اكتر حاجه انا ببقى ايدي فيها على طول، وفي حاجات كمان انا ببقى شايفه اتساخاتها وببقى ركناها ومش عايزه اجي جنبها غير وقت ما اكون فاضيه بجد. ففرغت نفسي النهارده بصراحه ان احنا ننظف الاجهزه بتاعتنا. هستخدم اوكسي اللي هو مسحوق يدوي عادي خالص، جل عشان يبقى ادابته اسهل. حطيته كده في بخاخ مليان ميه وخلاص، مفيش اي حاجه تانية. ممكن بقى انتي تحطي خل، بس انا بصراحه ما بفضلش احط خل على المساحيق، ملهاش لازمه يعني. هو المسحوق وشويه ميه بيدي اداء حلو جدا وبينظف كويس جدا. طبعا في اساليب كتيره قوي لتنظيف الميكروويف، انك تحطي له الصابون السائل ده في كوبايه وتفتحي الفيشة يعني، وتعملي برنامج كده سريع عشان البخار بتاع المنظف ده يطلع على الميكرويف كله ويدوب بأي دهون متراكمة مثلا، وبعد كده تفتحي وتشيلي الكوباية وتبدأي ان انتي تمسحي الدهون. بحسها طريقة عملية في حاجات معينة. نعم او ماما بتبقى عملية في حاجات ايه مثلا؟ حاجة بسيطة جدا مثلا في الميكرويف متسخة، ما هياش تنظيفة عميقة قوي، او ان انا عايزة اجيب الميكرويف كله على بعضه. بس عايزة اقولكم على حاجة، هي ممكن تكون مفيدة في ايه؟ انك قبل ما تنظفي التنظيفة اللي انا بعملها دي بتدوب الدهون برضو، لان الميكرويف بيكون سخن والدهون ممكن تكون فعلا سهلة في الإذابة. بس انا كده كده مجرباها يعني الطريقة دي، وشايفة ان الميكرويف اصلا مش من الحاجات اللي بتنضف بصعوبة، هو اصلا مسحتين كده بصراحة وبيرجع زي الفل. طبعا اي جهاز هنستخدمه النهاردة واحنا بننظفه بنشيل الفيشة بتاعته قبل ما نبدأ شغل. احيانا بيسهى عليا الموضوع ده على فكرة، بس انا حبيت افكركم النهاردة بما ان الحمد لله افتكرت وانا شغالة في الاجهزة كلها، فشايلة الفيشة طبعا مش مشغلة اي حاجة، وفي نفس الوقت ما بحاولش اجيب الصابون على فتحات التهوية اللي بتبقى في جنب الميكرويف او في ظهره، على حسب بقى طبعا كل نوع. فما تجيبيش الصابون ولا مية ولا اي حاجة في الاماكن بتاعة التهوية دي، لان دي بتدخل على طول على الالكترونيات اللي جوه يعني، فخليكي بعيده بقى عن الكلام ده. ونفس الكلام برضو جوه الميكرويف في مكان كده بيطلع الموجات، برضو ده انا ما باجيش جنبه خالص ولا بدعكه ولا باجي جنبه من الصابون والميه. وخلاص الحمد لله يعني نظفته ومسحته بفوطه نظيفه، بمسح الصابون كده. عايز اقول لكم كمان التصبينه بتاعه الميكرويف من بره خلت الباب يلمع ويبرق ما شاء الله، يعني مخليه زي الفل، راجع جديد والله. طول ما انت ايدك في الحاجة تحسي كده ان الحاجة ربنا مبارك فيها ويعني فيها بركة لانك مهتمة بيها وقلبك عليها، فان شاء الله بإذن الله يعني تعمر معاكي. في نفس الوقت بحس ان شراء الاجهزة الكهربائية عامل زي الرزق كده، ربنا رزقك بجهاز كويس شغال كويس، عكس واحد تاني ممكن يكون جايب اخوه بنفس الماركة والموديل وكل حاجة بس في عيوب. فمش كل الناس بتجتمع على جهاز واحد من ماركة واحدة بنفس الاداء، دايما هتلاقي ناس مختلفة تقول لك انا جبت الغسالة الفلانية ما اشتغلتش كويس رغم ان الناس كلها بتشكر فيها، فتحسي كده ان هي فعلا ربنا رزقك بحاجة كويسة، مش بغض النظر عن الماركة. ممكن تبقى ماركة ضعيفة جدا ملهاش اسم في السوق، بس سبحان الله ماشية معاكي انت زي الفل وغيرك لا. ففي الاول وفي الاخر كده يعني الواحد بيستعين بالله قبل ما يعمل اي حاجة، وبإذن الله التوفيق من عند ربنا، سواء ربنا وفقنا في شراها او لا، برضو الله اعلم الحكمة بتكون ايه يعني. المهم بقى حاجة حاجة كده بنزلها من مكانها احطها على الترابيزة عندي وانضفها وارجعها تاني بعد ما اكون نضفت المكان بتاعها. عايز اقول لكم كمان انا طبعا فرشة على الترابيزة الخشب المفرش البلاستيك بتاعها على فكرة ممتاز ممتاز ممتاز، هو مش خفيف خالص
ومش تقيل قوي، بس هو يعني محافظ لي على الترابيزه لدرجه كبيره جدا. فهو بصراحه يعني بحسه كده ان هو لازم اهتم بيه كانه الترابيزه بالظبط. فاي حاجه بعملها عليه بغسله وانشفه وعشان يفضل هو كويس ويعيش معايا ويعمر معايا. المهم بقى العجان مش قادره اقول لكم بقى شكله عامل ازاي، صعب قد ايه، متبهدل قد ايه. فده برضو من الحاجات اللي لما ايدي لو ما بقتش فيها بتلم تراب، بتلم بصمات، بتلم دهون، عشان وجوده في المطبخ، وعشان كمان انا ايدي نفسها ممكن تكون مطرحة حاجة وانا ماسكاه. فالمهم غسلته كويس او نظفته كويس. بقى عايزة اتكلم معاكم كمان في موضوع التعلق بالاشياء، بالاماكن، بالاشخاص. احنا كلنا عندنا حاجات بنحبها، سواء شخص بنحبه ميالين ليه، في قرايبنا، في معاملاتنا، في علاقاتنا، عندنا مكان بنفضله بنحب نروحه دايما، قلبك متعلق بيه، بترتاحي نفسيا لما بتبقي قاعدة في المكان ده، او مواقف معينة انت متمسكة بيها ما عندكيش القابلية انك تغيريها ابدا، او بتبقى عاملة زي المعتقدات كده. كل دي حاجات كويسة جدا اي انسان ما يعرفش يعيش من غيرها. بس في فرق ما بين اني احب حاجة واني اتعلق بحاجة. الحب الحاجة او حب الشخص او حب الاماكن ده شيء طبيعي جدا، كلنا يعني ما نعرفش نعيش من غيره، ده شيء اساسي. لكن التعلق بقى اللي هو تحسوه حب مرضي، يعني الترجمة الحرفية ليه بكلمة التعلق هو الحب المرضي، ان انا الانسان ده طالما انا بحبه فهو مش مسموح له ان هو يحب حد غيري، مش مسموح له انه يتعامل مع حد غيري بنفس المعاملة، مش مسموح له ان هو يتكلم بنفس الاسلوب ولا يصاحب حد غيري. ده بيبقى تعلق، اللي هو انا مستنية كل حاجة كويسة من الشخص ده، حتى لو هو مشغول، حتى لو هو نايم يصحى يكلمني، حتى لو هو متغير معايا برضو ما يبينليش المفروض، لان انا المفروض ابقى رقم واحد عنده. ده بيبقى تعلق شديد او حب مرضي. بقى حاجة تانية التعلق برضو بالاشياء او الاماكن، زي اني اتعلق بفلوس، بذهب، الحاجات دي عندي يعني ليها معاني كبيرة جدا ولا يمكن افرط فيها، حتى لو انا ظروفي المادية ما سمحتش ان انا احتفظ بالفلوس بتاعتي، او ظروفي المادية خلتني في يوم من الايام ابيع ذهب فانا اتعلقت بيه لدرجة ان خلاص لا انا رافضة اني اتعرض لاي ظروف مالية تخليني ابيع الذهب ده، لا انا خلاص برمجت حياتي على ان انا واحدة غنية معايا فلوس ومعايا ذهب، لا يمكن اقبل باي تغيير في حياتي ابدا، ولا تغيير في مستواي الاجتماعي، ولا تغيير في نمط حياتي اللي انا اتعودت عليه، بصرف بالدرجة المعينة، بصرف بقدر معين من الفلوس، بلبس ذهب بشكل معين بكميات معينة. الناس اللي بتبقى متعلقة بالأشياء بالشكل ده بتبقى صعب جدا تتغير، لأن ما عندهاش مرونة. لو حصل عندها أي تغيير في المستوى الاجتماعي ولا في الماديات صعب جدا جدا إنها تتعامل، وده بيكون للأسف ما عندوش خلفية دينية إن الأيام بتتغير، إن الظروف بتتغير، إن ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في تغيير الأقدار وتغيير مستقبلنا، إن النهاردة ربنا رزقني بكرة الرزق مش هيكون بنفس الدرجة. فده في الأول وفي الآخر قدر من عند ربنا، ما هوش حاجة بإيدي أنا. فليه أتعلق بحاجات عندي التعلق المرضي ده؟ يعني الواحد يحمد ربنا ويشكره على الرزق اللي عنده، سواء عندك فلوس، عندك ذهب، عندك أطفال، عندك أجهزة، عندك حاجات في البيت، عندك عفش، عندك حاجة غالية، كلنا عندنا حاجات قيمة بنحبها جدا. بس لو حصلت ظرف وربنا جعل فيه ظرف تتصرفي فيه من الحاجات دي، او تروح لا قدر الله منك في يوم من الايام، في لحظة من اللحظات، احيانا الناس بتصحى من النوم تلاقي نفسها في حال مختلف عن امبارح وتبقى مستغربة، طب هو ايه اللي حصل؟ فبيحصل ولا لا؟ بيحصل طبعا، تغيير الظروف ده بيحصل، وارد جدا يعني يحصل مع اي حد. فانا لو اتعلقت بقى بالاشياء دي وبالماديات وبالحاجات اللي هي التعلق بيها يجيب فتنة، ده هيخليني عايشة على حس الحاجات اللي عندي. يعني هقولك على مثل ابسط من كده، يعني مثلا في ناس تقولك ان البنات الحلوة او شديدة الجمال، مش هنقول الحلوة العادية، لا شديدة الجمال، بيقال ان حظها مثلا في الدنيا، وبلاش كلمة حظ برضو، ان قدرها في الدنيا بسيط. ممكن يكون في نسبة، يعني نسبة صحيحة صغيرة من الكلام ده. ليه؟ لان البنت او اي حد عنده نسبة جمال عالية بيكتفي بالجمال ده، يعني بيكتفي، كفاية ان انا حلوة، كفاية ان شكلي حلو، كفاية ان اللي يبص لي حتى لو انا مكشرة بيتأمل في جمالي وممكن ما يشيلش عينه من عليا.
فما بتبداش تشتغل على نفسها، بتسيب نفسها زي ما هي كده، وممكن كمان يعني يكون عندها غرور وتكبر بسبب جمالها، فاحيانا الجمال بيكون نقمة على صاحبه فمحدش يقبل عليها، سبحان الله. يعني تلقي الجميلة شديدة الجمال دي مش قادرة تتفوق في حياتها الاجتماعية نهائي، ولا حد قادر ان هو يتعامل معاها بسبب انها ما عندهاش شخصية كويسة، ما عندهاش روح حلوة تجذب اللي قدامها، مكتفية بجمالها فقط، بتقول كفاية عندي جمالي، اللي بيشوفني بيحبني بسبب شكلي، لكن اللي يجي يتكلم معاها يقعد معاها دقيقتين ولا حتى يوم ولا حتى شهر بيحس باختلاف فظيع. ممكن واحدة تكون اقل جمالا منها بس جذابة عنها، روحها حلوة، تتحب اكتر منها، سواء للصداقة او للعلاقات الاجتماعية. فدي دايما هتلقوا الناس بتواجهها بعد ما يصبروا عليها كتير كتير كتير، بيواجهوها بصدمة عمرها ان هي لا حد قادر يتقبلها، ولا حد قادر ان هو يعيش معاها، ولا حد قادر ان هو يستمع ليها بسبب غرورها كبريائها. فهتتصدم في الناس صدمة كبيرة جدا، لان ممكن يكون هي نفسها اتغرت، ممكن يكون اهلها في البيت معلموهاش ان الجمال مش كل حاجة، لا قدر الله ممكن يروح في اي لحظة بسبب اي حاجة تحصل قدريا يعني. فالجمال فعلا مش كل حاجة، فالإنسان لو اتعلق بحاجة زي كده، بتعلق بجماله وعاش على أساسه وإن هو هيكسب الناس بلمح البصر كده، خلاص هيفضل فاضي، هيفضل فارغ من جواه، ما بيشتغلش على نفسه. لكن البنت اللي تلاقوها متوسطة الجمال دايما عندها حافز إنها تفضل كويسة حلوة من بره ومن جوه، ما تبقاش مكتفية بشكلها الخارجي بس، عندها استعداد تحسن من نفسها وتبقى الأفضل في كل شيء، في الأخلاق كمان وفي طريقة التعامل والطباع. مثال تاني، ممكن واحدة تانية تتعلق باسم عيلتها، انها ايه اسم عيلتها كبير، كفاية جدا ان اللي هيعرف انا مين وبنت مين هيقدرني ويحترمني ويتعامل معايا رغم عنه غصب عنه. فدي برضو حاجة ما بتخليش الانسان يشتغل على نفسه. فملخص الكلام اللي انا عايز اقوله لكم، ان التعلق بالاشياء بيخلينا فاضيين، بيخلينا عندنا فراغ كبير جدا، مش قادرين نعمل اي حاجه لان احنا اكتفينا بالحاجه اللي عندنا اللي احنا اتعلقنا بيها. لكن احنا المفروض نتعامل على اساس ان كل حاجه حوالينا زايله، سواء اشخاص، سواء ماديات، سواء المعاملات اللي ما بيننا وما بين الناس ممكن تتغير. انا ممكن احب حد من جيراني وجيراني كلهم يحبوني النهارده، بكره الاقيهم كلهم بعدوا عني، ما بيحبونيش، محدش قابل ان هو حتى يسلم عليا. ليه؟ لان الدنيا بتتقلب. فانا لو اتعلقت بطريقه معينه في حياتي وتعلقت بمعطيات عندي كده في دنيتي وتعلقت بيها ورافضه انها هتتغير، عمري ما هتطور لقدام. فبالمختصر برضو، المفروض الواحد من وجهة نظري البسيطة جدا ان هو يحب كل حاجة حواليه، يحب كل حاجة ربنا رزقه بيها، سواء هي كتير قليل كبيرة صغيرة، حبي ولادك، حبي فلوسك، حبي ذهبك، حبي كل حاجة تمتلكيها في الدنيا كلها، ولكن ما تتعلقيش بيها ان هي دي نجاتك الوحيدة في الدنيا، ان هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتخلي ليكي شأن في المجتمع، ولا حتى تحبي شغلك بالدرجة الكبيرة. كلها نعم من عند ربنا ولازم نحمد ربنا عليها عشان ما نبقاش جاحدين، بس ما نتعلقش بيها. ده الفرق ما بين الحب والتعلق. اخر حاجة هقولها لكم، وهي ان المتعلق بالاشياء او بالناس او بالاماكن دايما هتلاقيه بيتعرض لصدمات كبيرة جدا جدا. يعني اللي دايما متعلق بسنه، حتى في ناس على فكرة بتتعلق بسنها، اللي هو انا هفضل صغيرة طول عمري وعمري ما هقبل ان الناس تتعامل معايا على اني كبرت في السن، زي مثلا الناس اللي ما بتتقبلش كلمة طنط. ده مثال مضحك طبعا، بس يعني في بيحصل في ناس مثلا تكبر في السن، تعدي 50 و60، مش متقبلة خلاص ان هي كبرت بالشكل ده، وان الناس بتتعامل معاها وبتقول لها يا حاجة في الشارع، اللي هو ايه حاجة دي، انا لسه صغيرة. بتبقى متمردة على سنها، متمردة على الظروف اللي خلاص اللي اتحطت فيها، طلعت معاش، فهي مش متقبلة انها طلعت معاش، عايزة تتعامل على انها لسه بتشتغل او لسه صغيرة، لسه الناس بتاخد رأيها في كل حاجة. طبعا هي مش حاجة وحشة، بتبقى صدمة كبيرة بسبب ان الانسان علق نفسه بانه هو هيفضل حلو طول عمره، هيفضل في سن الشباب طول عمره، هيفضل مالك الدنيا طول عمره. لكن الواحد يبقى دايما عارف حدوده، لو انا ما حطيتش لنفسي حدودي غيري هيحطها لي وهتبقى قاسية جدا عليا. فحطي لنفسك حدودك في كل شيء، في تعاملك مع الناس، في حبك ليهم، ما تتعلقيش بيهم بزيادة وهتستني منهم دايما السلام والحب والمودة ومش هتلاقيها، لان كل ما الناس شايفاكي مستنياهم يعملوا كده مش هيعملوا. دايما في جملة بتتقال على الموقف اللي انا بحكي لكم فيه ده، بتقول ان الاناء المراقب لا يغلي ابدا. يعني الاناء اللي دايما حطاه على النار وانت واقفة مراقباه من اول ما حطتيه مستنياه يغلي، مش هيغلي طول ما انت مراقباه،
ليه بقى؟ لانك اول ما تحطيه على النار وقاعده بصاله مراقباه مستنياه يغلي، هيطول جدا جدا على ما يغلي، فمش مش هتتحملي انك تستنيه يغلي، هتلاقي نفسك زهقتي، هتقولي طب خلاص بقى انا هبقى ارجع له لما اشتغل كده، هروح اعمل كام حاجه في المطبخ، اغسل لي المواعين ولا حاجه وارجع اشوفه غلى ولا لا. بمثابه ما تديله ظهرك وتبداي تعملي حاجه في المطبخ وتتلهي عنه، هتلاقيه بدا يطلع صوت الغليان، وتبصي تقولي الله ما انا كنت لسه واقفه ما غلاش ليه. ليه؟ لانك مش واقفاله، طول ما انت مراقبه الشيء ومستنيه منه رد فعل معين مش هيديهولك. اول ما تديله ظهرك وتتلهي عنه وتطلعي طاقتك في حاجه تانية وتنشغلي عن الشيء ده وتبطلي تتعلقي بيه، هيبدا يغلي ويديكي النتيجه اللي انت مستنياها. فده مثال بيبقى شبيه جدا او اقرب للي احنا بنقوله ده. فالتعلق فعلا شيء سلبي، ما هوش حاجه كويسه، لانك بيتمكن منك، سواء شخص بيتمكن منك، بتلاقي نفسك بتستمعي له وبتعملي كل حاجة عشان بس ترضيه، لو مكان بتحبيه كل يوم عنده هتلاقيه بيتمكن منك، انت مش قادرة تبعدي عنه، مش قادرة تجربي اماكن تانية، مش قادرة تحسي براحة في اماكن تانية، رغم ان في راحة تانية في مكان تاني، بس انت مش قادرة تحسي لانك حطيتي غشاوة خلاص على عينيكي انك المكان ده هو الوحيد اللي بحسي بيه براحة. لو اشياء برضو هتلاقي نفسك متعلقة بمستوى معين في حاجتك اللي بتمتلكيها، لو جبتي حاجة اقل منها مش حباها مش قادرة تستمتعي بيها، لان خلاص انت اتعودتي على او اتعلقتي بمستوى معين من الحاجات اللي بتشتريها او الحاجات اللي بتقتنيها، فلو جبتي غيرها او اقل بتحسي انك مش راضية ابدا، ومهما حاولتي ترضي نفسك ما بترضيش، فده بيبقى تعلق مرضي. لازم نبقى عندنا مرونة كده في التعامل مع الحاجة والاشياء، وتعرف انها مش دايما. خلصت كده كلامي في الموضوع ده، خايفة اكون طولت عليكم وازعجتكم، بس والله بحب افضفض معاكم جدا واتكلم معاكم، وطبعا ارائكم بحبها جدا وبتهمني جدا جدا جدا، لان بتضيفولي كتير قوي قوي، وبحس ان انتوا ما شاء الله اصلا مش محتاجين حد يتكلم معاكم في حاجة. ربنا يبارك فيكم يا رب، يديكم الصحة والعافية ويبارك في ولادكم. وطبعا يعني اليومين دول الواحد كده بتنتابه جزء من التفكير الزائد المفرط بسبب الامتحانات، فدماغه دايما شغاله بقى والكلام ده، واحيانا الواحد ضميره بيأنبه على حاجات بيفتكرها الاول ومش عارفه ايه وكده، وبيحاول ان هو ما يغلطش اخطائه اللي فاتت واللي عدت، فيمكن ده اللي مخليني عماله افتكر في حاجات واتكلم معاكم فيها. بصوا انا هنا عملت ايه بقى، خلصت كل الاجهزه اللي انتوا شفتوها الحمد لله، نظفتها تنظيفه عميقه، شفتوا الخلاط كان عامل ازاي اصلا، كان صعب قوي قوي قوي، نظفته زي ما شفتوا. بالنسبه بقى للكاتل، الكاتل من جوه كان برضو فيه ترسبات كده، حطيت له ملح ليمون، تمام، اي حاجه هحطها في الكنك ده او الحاجات اللي بتغلي هيبقى ملح ليمون مع الميه بس كده، ما بحطش اي حاجه تانية، مجرد ما بيغلي التكلسات اللي بتبقى في القاعده دي بتروح تماما، يا دوب لمعته من بره ولمعت السلك بتاعه وخلاص. وحتى مكنه القهوه بصوا عامله زي الكاتل اسمه ايه، الكنكه نفسها، بصوا الجهاز بقى، الجهاز بقى منظره صعب قوي، من بعيد يبان ان هو عادي لكن اول ما تقربي منه رهيب. انا ما بستخدمهوش على فكره بقالي كتير، بس هو بقى من اخر مره استخدمته فيها وهو لسه مطرحه قهوه مع الاتربه والحاجات دي. احيانا كمان لما بعمل فيه كاكاو بيفور، لان الكاكاو كميته بتبقى اكبر من القهوه شويه، فهو الاناء بتاعه كمان خلي بالكم مش كبير قوي، فما بيستوعبش كميه كبيره، فالكاكاو بالنسبه لي لما بعمل منه مج بيبقى كبير جدا على الكنكه دي، فبطلت اعمل فيه بصراحه. المهم حطيت برضو في الاتنين دول ملح ليمون وسبتهم يغلوا مع الميه بس كده، عشان بس الكنكه من جوه تنضف، اما الجهاز من بره بلمعه بمنديل مبلل كده بالصابون اللي احنا عاملينه وبتنضف، بتبقى حلوه جدا. في حاجات على فكره بحب المعها بمناديل او وايبس، وفي حاجات بحب المعها بفوط مطبخ على حسب درجه الاتساخ، وفي حاجات ليه بستخدم فيها المناديل بقى، المناديل بتبقى استخدام مره واحده، فما بتبقاش مطرحها دهون ولا مطرحها بصمات ولا اي حاجه، فما بتسيبش اثر في الجهاز نفسه لو هو بيلمع قوي او بيبان فيه البصمات قوي، عشان كده تلاقوني بستخدم فيه مناديل او كده. المهم الجهاز ده لمعته كويس وهشيله، مش هشيله خالص يعني، هشيله ارفعه مكانه وكل حاجه، بس اشيله نظيف لاني ما بستخدمهوش زي ما قلت لكم اوكا ده، بس طبعا ما اقدرش اشيله خالص، لان احيانا من فتره للتانيه بستخدمه لو انا هعمل كذا مج او حد عندي كذا فنجان، يعني لو حد عندي كمان في البيت بيشرب قهوه بعدد يعني. خلصت الحمد لله كل الاجهزه وشلتها بفضل الله، يعني حسيت كده ان انا بالي ارتاح من ناحيتهم، وخلصتهم في تقريبا ساعه الا ربع كلهم، تمام. المهم بقى كان عندي هنا كيلو من الاجنحه طلعته، شلت منه الدوفر اللي بيبقى في اخر الجناح،
وقسمت كل جناح على 2 بالطريقة العادية خالص اللي احنا دايما بنعمل بيها الأجنحة. غسلتها كويس جدا وكنت بشطفها الشطفة الأخيرة، وكمان بصفيها طبعا من مية الغسيل بتاعتها. حطيت كمية زيت ما هيش صغيرة بصراحة، بس عشان الأجنحة تتحمر معايا كويس لازم تتشوح كويس جدا، لاني لا هدخلها شوايه ولا هدخلها القلايه الهوائيه ولا اي حاجه، هعتمد على تسويه النار. مش قادره اقول لكم الاكله دي انا بحبها ازاي، وبتفنن كل مره وانا بعملها ان انا بعملها بحاجه مختلفه عن اللي قبلها، لان كلهم بيدوني طعم حلو جدا في الاخر. المهم بعد ما نزلت كمية الأجنحة كده ببدأ طبعا أسيبها على جنب واحد بس مدة معينة كده لحد ما تتحمر شوية. رشيت عليها رشة فلفل أسمر مبدئيا، يعني في ناس بتقولي انت بتحطي فلفل اسمر كتير، بصراحه ممكن اكون معترفه بده، انا بحبه جدا. ليه؟ بحس ان هو بيشيل الزفاره، وانا اكتر حاجه ما بحبهاش ان انا احس بزفاره الاكل، فبحب جدا احس ان في فلفل كده كتير جوه الاكل. هو مش بيدي طعم جامد قوي بصراحه، لان بحس ان انا بحط كميه عاديه، بس يمكن بالنسبه للناس بتبقى كتير. المهم بقى ان انا بشوح الاجنحه دي كويس جدا على الجنبين لحد ما تاخد لون، يعني على قد ما اقدر بصراحه. يعني حطيت بقى معاها بصله مفرومه صغيره، حطيت معاها كمان ده فلفل احمر مفروم مع الثوم والخل، تمام، فلفل احمر الرومي العادي مش الحامي، بيدي طعم ونكهه حلوين جدا مع الاكل. حطيت كمان هريسه شطه، خليت الاكل كده سبايسي النهارده رغم ان الولاد اشتكت، بس بس ما كانش سبايسي قوي بالدرجه الكبيره يعني. وحطيت كمان معلقه كبيره كده من عسل النحل. الحاجات دي على فكره كلها مع بعضها بتدي طعم حلو جدا للصوصات، الحاجات اللي فيها شوي كده، بس انا طبعا لا بشوي ولا حاجه، انا بس بشوح الاجنحه، يعني عموما بتليق مع الاجنحه جدا الكلام ده، عسل او سكر والفلفل الاحمر مع ثوم وخل، وكمان حطيت هريسه شطه، حطيت طبعا ملح، وفي الاول خالص كنت حاطه فلفل اسمر. هنا بقى كنت مطلعه كوبايه صلصه من اللي احنا مسبكينها في البيت دي، حطها في كوبايات بلاستيك كده اللي هي استخدام مره واحده، بتنجز معايا جدا جدا. فضيتها من الكوبايه وبسيبها انها تغلي وتفك مع نفسها على ما الاجنحه هي كمان تدخل في سوا، ما بتاخدش وقت خالص على ما تستوى، وهكمل بقيه الكميه بميه مغليه. طيب بالنسبه بقى للي انا هحطه معاهم ايه، انا هحط معاهم مكرونه، فهي تقريبا كده شبه المبكبكه، مع احترامي للمبكبكه طبعا والوصفه الاصليه بتاعتها ما بتبقاش كده اكيد، بس يعني انا بحاول اخترع بس يعني مش اكتر. المهم بعد ما الميه تغلي معايا كويس جدا بضيف معاها المكرونه، طبعا ملحت تاني عشان الملح يبقى مظبوط، بضيف المكرونه. المكرونه بصراحه اصلا يفضل انها تتحمر. طب امتى بقى هحمرها وانا مش عايزه استخدم غير طاسه؟ كان المفروض لو انت عايزه تحمري المكرونه يعني تحمريها قبل الاجنحه، ما تحطيها في الطاسه، فدي خطوه ممكن تعمليها انت قبل كل ده، تحمري المكرونه بتاعتك كلها بالكامل، اول ما تاخد لون زي الشعريه كده ارفعيها من على الزيت وخليها على جنب لحد ما تعملي بقيه الخطوات زي ما انا عملت، وبعد كده ضيفيها وهي متحمره ونيه طبعا، وهتستوى في الصوص الحلو ده، ما بتاخدش وقت خالص، بتستوى بتخليها في منتهى الجمال. بصراحه الاكله دي تحفه، اكيد اكيد فاكرين ان انا عملتها معاكم باكتر من طريقه، سواء بالفراخ الكامله اللي هي بتبقى متقطعه طبعا، او باللحمه، اكيد عملتها باللحمة المفرومة برضو، عملتها بالصدق قبل كده، فكانت اخر حاجة ممكن اجربها هي الاجنحة. في حاجة كمان ممكن تعمليها في الوصفة، انك تشيلي الاجنحة خالص بعد ما بتتشوح وتحط لها كل الاضافات وتحسي انها استوت، ارفعيها من على النار قبل ما تحطي المكرونة تتشرب. ليه؟ لانك ممكن تاخدي الاجنحة دي تحت الشواية تاخد لون، لو انت حابة طبعا انها تبقى شكل الشوي وتضيفها في اخر خطوة مع المكرونة على الوش كده، لكن انا حبيت كله يستوى مع بعضه، بتدي نكهه وطعم حلو جدا. حطيت جنبها مخلل، وكان ده الغدا بتاعنا. مش قادره اقول لكم تبقى حلوه زي هي سخنه، بتبقى لسه فيها كده شويه صوص من المكرونه، وبالف هنا لو جربتوها. جيت بقى على بالليل بصراحه حبيت اعمل زبادي، لان بقالي كتير عايزه اعمله وبستهلكه، ببقى عايزه يعني استخدمه في حاجات كتير، بس بحس ان انا ببذر كده وانا بشتري زبادي من بره، فقلت لا انا هعمل في البيت، وان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني كده كل ما يخلص اغيب يومين واعمل غيره، بيبقى بصراحه اقتصادي وحلو قوي، وكده كده بصراحه اللبن غالي، ف بس برضو لو حسبتي كميه الزبادي اللي بتطلع من كيلو اللبن هتلاقيها اوفر من انك تشتري زبادي بالعدد ده من بره وبالكميه دي. علبه الزبادي دلوقتي بقت صغيره قوي وما بتاكلش حد يعني، فكل اللي عليا انا جبت علبه زبادي من بره اللي هي البلدي، وحطيت عليها معلقه سكر واحده، حطيت عليها شويه لبن دافي، ده لبن مغلي على فكره، غليته الصبح وسبته يبرد، ما كانش عندي زبادي، فلما اشترينا زبادي بالليل زبدايه اللي انتوا شفتوها دي، دفيت اللبن تاني عشان بس يبقى كده زي دمعة العين زي ما بيقولوا، وحطيت شوية كده على الزبدية والسكر وقلبتهم كويس جدا،
وطبعا هحطهم في الاخر على كمية اللبن التانية ونقلب كويس قوي. وانا بحب اعمله دايما بخيره، يعني اخلي قشطة اللبن فيه ما اشيلهاش عشان يطلع دسم وناخد الفايدة اللي فيه. بتجيلي اسئلة كتير او تعليقات، الاء شاركينا بالجدول بتاع المذاكرة، مذاكرة ولادك. والله انا لو عندي جدول، والله يعني انا كنت كان نفعني انا الاول. انا للاسف مش عاملة جدول، يعني انا بتكلم على الفترة اللي كانت قبل الامتحانات دي، كان صعب ان انا اعمل لها جدول، لان في حاجات بتبقى في مواد يعني ليها اولويات بالنسبة لنا، وفي مواد مش هضحك عليكم يعني بنمسكها ليلة الامتحان، لان ما بتبقاش بنفس الاهمية وبنفس كم المعلومات وبنفس اللغة اللي في مواد بتبقى محتاجة منا مجهود اكتر منها بكتير. فانا ببقى بصراحة معتمدة على الكم بالنسبة لي هو اللي ليه اولوية، او المادة. كل المواد على فكرة للأسف في المنهج الجديد كلهم بنفس الدرجة، كلهم من 100، باختلاف بقى درجة الأهمية بتاعتهم. فبما انهم متساويين في نفس الدرجة، فانا بختار الأهمية من حيث كم المعلومات والاستيعاب بتاع ابني. يعني كل طفل مختلف عن التاني، انت ممكن ابنك يستوعب الدراسات، ممكن يبقى عنده مشكلة في العربي، ممكن يبقى مستوعب الانجليش بس عنده مشكلة في الماث، وانا العكس. فكل واحدة بتبقى عارفة ابنها عنده نقطة ضعف في ايه ونقطة قوة في ايه. فعلى هذا الاساس انا بعمل بقى المذاكرة بتاعتنا بتبقى ماشية ازاي. ففي حاجات انا زي ما قلت لكم كده ممكن نمسكها ليلة الامتحان بسبب انها تافهة اصلا، زي المهارات كده. المهارات دي تحسوها مادة صيانة على مادة اقتصاد منزلي على مادة زراعة، يعني كل شوية بتتقلب كده بينا. فعشان كده انا مش بديها الاهمية بتاعت بقية المواد التانية اكيد، رغم ان هم كلهم نفس الدرجة. عشان كده يعني مش هتلاقوني بفيدكم في الحتة دي والله، لان فعلا انا وقتي كمان مش ملكي بسبب مسك انها في ايدي. عموما ربنا يا رب يصلح حال ولادنا جميعا ويفرحكم بيهم وبنجاحهم وبشهاداتهم، ويا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا مني ولو بشيء بسيط. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. مع الف سلامة حبايب قلبي.